مذاهبي. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عما يتساءلون مع أحمد عبدون. النهاردة بنناقش قضية اجتماعية خطيرة، هل المرأة المطلقة امرأة المجتمع المصري بينظر إليها نظرة دونية، نظرة كده معيبة، ولا المرأة المطلقة في 2018 ست زي كل الستات والمجتمع ينظر إليها نظرة كلها احترام وتقدير، وإن الستات ما بتخافش من صديقاتها المطلقات، وإن الرجالة ما بيبصوش للمرأة المطلقة على أنها سيدة رخيصة. دي قضيتنا النهاردة، نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، وهل هي اتغيرت ولا ما اتغيرتش. معايا مع حضراتكم ضيوف الكرام، دكتورة ميسون الفيومي مدرسة علوم السلوكية المغربية، دكتورة ميسون أهلا بيك، ودكتورة إيمان الرئيس استشاري أسري وتربوي وزوجي، أهلا بيك دكتورة إيمان. بلا شك حلقات كابتن كريم حسن شحات هاخدكم بعيد كده شويه بس عن حلقتين، ونرجع تاني على طول ناخد تليفونات حضراتكم عن المراه المطلقه. الحلقتين اللي قدمناهم مع كابتن كريم حسن شحاته كانوا لهم صدى واسع وسريع، وعايز انوه برضو ان احنا ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي معانا الجزء الثاني من حوارنا مع اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخليه الاسبق، عشان يستكمل معانا التصريحات الناريه اللي اطلقها معانا في الجزء الاول بخصوص انه بيكفر جماعات الاخوان الإرهابية، بخصوص مطالبة فاروق المقراحي بمحاكمة بعض الإعلاميين زي الأستاذ عماد الدين أديب والدكتور عماد جاد النائب البرلماني، علشان هم بينادوا بالمصالحة مع هذه الجماعة، بالإضافة أيضا إلى تصريحاته بخصوص اختراق هذه الجماعة العديد من القطاعات في الدولة. فاروق المقراحي هيكون في انتظاركم يوم الاثنين اللي جاي، فكونوا إن شاء الله في انتظاره. هناخد سريعا بعض المواقع وما أتى فيه بخصوص الحلقتين قدمناها مع كابتن كريم حسن شحاته. سريعا ببدا باخبار اليوم. كريم حسن شحاته ما بخافش من مرتضى منصور، اكد الاعلامي كريم حسن شحاته ان التجاوز الذي يقوم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تخطى كل الحدود. وقال كريم خلال تصريحات اعلاميه لبرنامج عما يتساءلون، تم منع المداخلات مع هذا الرجل كاجراء مضاد لكم التجاوزات التي يقوم بها رئيس الزمالك. وتابع مرتضى منصور اهاني الجميع في الوسط الرياضي وجميع رموز الكره وفي مقدمتهم محمود الخطيب حسن شحاته، هو دليل على انه غير جدير برئاسه هذا الصرح العظيم. واضاف مرتضى لا يستطيع ان يوجه السباب لي لانه يدرك تماما ما افعله ضد اهانته. معايا بعد كده اخبار الفن، كريم شحاته ما بخافش من مرتضى منصور ودفعت فواتير كتير بسبب انتقاده. وهنا بيتكلم على حلقة الأمس مع كريم حسن شحاته لما اتكلم على ما بخافش من مرتضى منصور ودفعت فواتير كتير بسبب انتقاده. وتاني برضو قال هنا ان هناك بعض الاعلاميين على الساحه يخافون انتقاد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، مضيفا ما بخافش من مرتضى ولا اي حد ودفعت فواتير كتير بسبب انتقاده. مرتضى منصور بيهدد رؤساء القنوات لو في اعلامي او محلل طلع انتقده. واضاف خلال حواره ببرنامج عما يتساءلون المذيع على قناه ال تي سي ان انتقاد مرتضى منصور تسبب في منعه من دخول نادي الزمالك ورفض تجديد عضويته بالقلعه البيضاء، مضيفا كانوا بيوقفوني على الباب وبيمنعوني من الدخول. وعندي بعد كده رياضه، كريم شحاته مرتضى منصور ما بيقدرش يشتمني عشان عارف هيحصل له ايه. وهحاول برضه اختصر سريعا. الوطن، كريم حسن شحاته مرتضى منصور ما تقدرش تشتمني. وهنا برضه بيتكلم على مرتضى منصور ما يقدرش يكلمني ويشتمني عشان عارف لو شتم هيحصل فيه ايه. معايا بعد كده الفجر، كريم حسن شحاته مرتضى لن يترشح مره اخرى والزمالك مليء بالكوادر. عندي بعد كده كريم حسن شحاته مرتضى اهاني الجميع ولكن انا ما اعرفش. وبعد كده بيتكلم على شاهد، كريم حسن شحاته بيهدد مرتضى منصور على الهواء. واخبار اليوم، كريم حسن شحاته بيهدد مرتضى. الفجر هنا بيتكلم برضو، الفجر خدوا ما اذعناه حول نقد الاعلامي مفيد فوزي لمحمد صلاح، وان الدوله لا تبنى، ودي كانت تصريحات مفيد فوزي، الدوله لا تبنى بمحمد صلاح بل تبنى بالعالم والاديب والمفكر. وقال احنا انا ضد الفرحه الهستيريه للشعب المصري بيفرحها لمحمد صلاح. فطبعا برضو الفجر اتكلموا عن ده، ويعني ده اللي احنا سريعا كده ايه بكلمكم على ما اتى في المواقع بخصوص حلقتين كريم حسن شحاته. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني ربما يكون اكثر اهميه، وهو الزميل الاعلامي القدير والعزيز عمرو اديب. الاعلامي عمرو اديب ظهر في برنامجه اتكلم عن صوفيا وبارك قدوم صوفيا، قال ويلكم
تو ايجيبت صوفيا، وقال ان صوفيا ده ذكاء اصطناعي، وان هي بدأت عندها التوتر، وان صوفيا لما هتيجي مصر المفروض احنا يعني نتمنى انها تعود او الى بلادها سالما، وهي هتخش المطار كاي ست معاها باسبور سعودي. وقال ان بعد 5 6 سنين هتفاجئوا ان الزوج بيقول زوجتي صوفيا، وان الست هتقول زوجي صوفي. واتكلم على ان متوقع نتيجة لده ان هتكون في فتاوى بخصوص ما يحدث من هذه العلاقة الزوجية، ويتكلم على برامج الفتاوى هتبتدي تشتغل، وهو سعيد جدا 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 بصوفيا، وقال هي اللي هتتحكم في العالم بعد كده. ده اللي قاله عمرو اديب بالصوت والصورة. احنا نفذنا كلامه لما قال ان بعد 5 6 سنين هيبقى في مستر صوفي ومستر صوفية، وان في علاقة هتتم ما بينهم، وان لازم الفتاوى تشتغل طبيعي بما ان ده هيكون في علاقة ما بين انسان وآلة. وبدأ حتى يتكلم على فكرة التوتر، ان هي بدأت حصل نوع من الاشتباك والتوتر. قدمنا حلقة عن العلاقة ما بين الانسان والآلة كما معايا دكتور حذافة المصير، وقال ان هذه العلاقة اذا تمت هتكون مش زنا، لان شروط الزنا يكون ما بين 2 بني آدمين، قالوا لكنها حرام. انا مش فاهم بقى، هل نتيجة لان التصريحات اللي واقفة لون مقرحي ومطالبته معايا في الحلقة معايا بمحاكمة عماد اديب عشان بينادي بالتوافق مع جماعة الاخوان الارهابية، خلى عمرو اديب يقلب عليا قلبه غريبة جدا وعلى هذه الحلقة، وتعجب وتهكم ونقد الشيخ ونقد اللي طرح السؤال، وقال انا مش فاهم ازاي ان احنا نفكر في حاجة زي كده، وازاي يعني هتتم العلاقة ازاي يعني، ده آلة، تعرفين طريقة عمرو اديب، وازاي ومش ازاي. انا طبعا ما بحبش اشخص الامور، ولكن هنشوف مع بعض بداية عمرو اديب وهو بيقول في برنامجه ويلكم صوفيا، وان صوفيا ده بعد 5 6 سنين هتكون زوجة، هيكون في مستر صوفي، وان الآية دي هيبقى في نوع من الاشتباك والتوتر بينتبه. افكركم باللي قاله، وافكر عمرو اديب كان باللي قاله في حلقته من شهر تقريبا. اتفضلوا مع بعض. الزميل الاعلامي عمرو اديب شاف وتوقع ان بعد 5 6 سنين هيكون في زواج بشكل او باخر، او علاقه بشكل او باخر ما بين الرجل وهذه الاله، وما اعتقدش ان يبقى وانا بكلم المشاهد هكون بتهكم او بهزر. هو الرجل قال لا صباح الخير بالليل وهركزوا معايا وده اللي هيحصل. قدمنا حلقه وتم طرح هذا السؤال، والسؤال الموضوع ما تعداش دقيقه و20 ثانيه. الرجل قال هذه العلاقة لو تمت هتكون علاقة محرمة، حرام ولكن مش تحت مسمى الزنا. هفكركم بالدكتور حذيفة المصير قاله في هذه الحلقة ونرجع تاني. اتفضل. حصول صوفيا على جواز سفر سعودي، وبدأنا نسمع نار اليوم السابع كان بيناقش هذه القضية برضه، فكرة ان بقى في زواج بنسمعه في بعض الحتت، هل ده يعد من ضمن الأربعة ولا ده ما لا تعد كزيجة؟ هو ايه معنى الزواج الاول؟ هنسال بس لا ما مش كده، ما لازم ايه معنى الزواج؟ الزواج هو ايه؟ ايه تعريف الزواج؟ اللي هو يعني موافقه وقبول واشهاد وحاجات عايز تتكلم فيها، بين رجل وامراه يعني؟ المفروض ان ده رجل وامراه، خلاص دي امراه ولا رجل؟ يبقى اذا دي لا تعد يعني دي ده لو حصل حتى وما اسمها علاقه حرام، ده حرام دي حاجه ثانيه. لكن كون يعني كون حرام دي حرام، لكن دلوقتي يعني مخرجنا بيسال ده يعد زنا لو ما اسمع العروسه دي او مع صوفيا او معاها يبقى زنا؟ لا مش زنا، مش زنا بس حرام. حرام اذا مراجعه على زنا، مش كل حرام الصناعيه ليست زنا ولكنها حرام. اذا ما قدمناه وطرحناه هو اللي كان متوقعه بيطالب بيه الزميل عمرو اديب. هشوف مع بعض اللي ظهر بيه مؤخرا وتناقلته جميع وسائل الاعلام والمواقع وهجومه على ما حدث. حسيت فعلا ان انا حلبس مرايه بيضاء قريب واروح العباسيه. منين كنت بتقول ان بعد 5 6 سنين وفتره قريبه قوي وان هيحصل له ارتباك ومشاعر ويبقى فيه صوفي وصوفيا؟ لما طرحنا الموضوع هل هو ذنب الشيخ ان هو قال ده مش زنا ده حرام؟ كان مطلوب منه يقول ايه؟ ده حلال؟ ولا كان مطلوب منه يقول لا اللي اتكلم عنه عمرو اديب مش هناقشه؟ هفرجكم عمرو اديب هاجم ازاي الموضوع اللي كان بينشدنا بيه وبيطالبنا بيه، ونبدا بعديها على طول نتكلم في حلقتنا النهارده على المراه المطلقه وضعها في المجتمع. اتفضل.
رجعت لحضراتكم مره تانية وبعيد عن ربما نجد بعد كده صوفيا مطلقه والناش بقى وبعض ايه كمطلقه، بس احنا النهارده بنتكلم عن المطلقه المصريه وبقى في المجتمع اللي هي فعلا واخده حقها تالت ومتالت والمجتمع ينظر اليها عادي كامراه عاديه ولا مظلومه. و دكتور ايمان الرئيس شايف ان المطلقه المجتمع ينظر اليها نظره دونيه، جبت الكلام ده منين؟ صح دي حقيقه. انا دلوقتي ما عندوش في حياته صاحبه مطلقه قريبه مطلقه ونسبه الطلاق قد ايه عاليه؟ تعالى اقول لحضرتك ان الطلاق ما بيبتديش كده مره واحده، لا انتشار الطلاق حاجه ونظره دونيه من المجتمع للمطلقه. طب خليني اجيبها لك بس من الاول، الطلاق ما بيبقاش بين يوم وليله، يعني الراجل ما بيقومش الصبح يطلق مراته، بيبقى في مقدمات الاول للطلاق. ساعات بتبقى خناقه في ساعتها خلصت بالطلاق. لا خالص، هي الاول خالص بيبقى في حاجه اسمها انفصال فكري. لا يعني خالص ايه هي قالته ده مش منطقي. ما بيحصل. لا من انا رايحك التدريج بتاعي الخمس تدريجات وحضرتك بتناقشيني فيهم. اول حاجه الانفصال الفكري، يبتدي يتكلم معاها يناقشها في حاجه فهي مش عاجبها كلامه. ينتقدوا بعض يتخانقوا مع بعض قطعوا مع بعض الكلام خالص. تاني حاجه دي المرحله الاولى، دي المرحله دي موجوده في كل البيوت لغايه دلوقتي بالظبط. لا ده احنا لسه كذا مرحله عشان نعدي دي. الانفصال العاطفي اللي هو ما فيش مشاعر، خلاص مشاعري تبلغت من ناحيته مش عايزه اكلمه مخاصماه كتير. تالت حاجه الخصام، فتره البعد اللي ما يقدرش اي حبيبين يبعدوه عن بعض. ناس تلاقيهم مثلا مخاصمين بعض بالشهر وبالاثنين وبالثلاثه وهم موجودين في بيت واحد. نيجي للحاله الرابعه اللي هو الشرعي، الطلاق. يبتدي يتطلق. ما خلصناش كده، لا في بعد الطلاق انفصال تاني اللي هو الانفصال النفسي، يبتدي عايز يمحي كل حاجه او هي تمحي كل حاجه عن مراته، يعني زوجها او مراته الطرفين. بالظبط الطرفين. يبتدي عايز يلحق شافها فين قابلها فين، مش عايز اي حد تبعها يتعامل معاه، بيفصل كل حاجه. الكل هي مظلومه. تعالى اقول لحضرتك ليه هي مظلومه. تعالى كده نخش في اسره عاديه فيها حد مطلق او ست بالذات مطلقه، هتلاقي اقرب الناس ليها خايفه على جوزها، خايفه تتكلم قدامها ان هي مبسوطه في حياتها لحسن تحسدها. تعال اقول لك ان في لا تحسدها ولا تلطش الراجل منها، كل الحاجات دي بتتعمل. انت ممكن تقلقي من صديقه مطلقه؟ لا طبعا. او من صديقه عاديه تطلق وهي صاحبتك؟ لا طبعا. بس هقول لحضرتك على حاجه، جبتي منين في نظره دونيه؟ تفيدي نفسك. لا انا مش ده، مش ده بس دكتور ليه نسبه الطلاق؟ انا عادي ممكن انا مش هبقى قلقانه منها، وفي نفس الوقت بتقولي ان المجتمع بيقلق منها. كم مليون زي انا من مش يسال من المجتمع. انا من المجتمع. معظم صحابي على فكره مطلقات ولا اخشى عليهم في شيء، يعني انا موجوده مثلا وحضرتك موجوده وغيري وغيري وغيري. على فكره لما بتكلم كده بتكلم على اللسان فعلا الناس اللي بتعاني مطلقات. ما انا بقول على فكره بيجوا بالليل في حاجات على فكره المطلقه دي انسانه وحيده، انسانه لو ما عملتش يعني ما اتعاملتش مع الطلاق بطريقه صحيه. طب يا استاذ عايزه بس على النقطه دي، عايزه بس ترد عليك. خليني بس الاول اقول لك على حاجه. المجتمع البنيه الاجتماعيه للمجتمع المصري اتغيرت، دي حقيقه. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوليه على عيني وعلى راسي، بس مش في هذا الزمن، لان الزمن اتغير، مفهوم المراه اتغير. المراه دلوقتي بقت صاحبه قرار. المراه كانت زمان حد يعيلها يصرف عليها، لكن هي دلوقتي بقت معينه. ده ساعات الراجل بيبقى قاعد ماشي، ما ساعات بيبقى الراجل قاعد مش ملهاش اسباب للطلاق. انا دخلت الست الطلاق تمام، ما اختلفناش وجهه النظر طبعا. دلوقتي لو عايزه امراه، انا شفت نماذج كتيره جدا بتقول لك انا معايا فلوس وقاعده في بيتي والشقه بتاعت بابا اللي مديها لي وانا بشتغل وبعمل كل حاجه وهو ما بيعملش اي حاجه. طب ايه لازمته؟ طب انت الطلاق معناته استعداد نفسي ومادي. يعني الست لما تيجي تفكر، اي ست تيجي تفكر في الطلاق عندك جزئيتين لازم تهتمي بيهم، عندك طلاق مادي وعندك طلاق معنوي. معنوي ان انا قابله حاجات كتيره جدا ما كانتش قبل كده لانه مفهوم جديد بحياه جديده. مادي ان انا اعرف اصرف وابقى مستقله بذاتي. دلوقتي المرأة اضعف فيه من المعنوي اللي موجود كتير في ما بقاش والله زي زمان، ما بقاش زي زمان. ليه؟ لان المرأة اتغيرت، المرأة ما بقتش، بالعكس المرأة دلوقتي هي صاحبة القرار. انت بتتكلمي عن المرأة ولا المطلقة؟ لا المطلقة، انا بتكلم المطلقة. النهارده الحلقة كلها عن المطلقة. المطلقة يعني انا بتكلم عن المطلقة. مفهوم زمان كان في نظرة دونية للمطلقة على اعتبار ان مهما حصل هي السبب في الطلاق، هي دي حقيقة. كان زمان في المفهوم ده. انما دلوقتي، وبعدين لما كانت زمان البنت تروح لاهلها وتقول لهم ان انا عايزه اتطلق يقول لها لا ممنوع، احنا ما فيش في العيله عندنا حد اتطلق. على فكره يا ريت الاهل كانت تفضل كده. ثواني، احنا يا ريت الاهل كانت تفضل كده. لا بالعكس، يا ريت الاهل كانت تفضل كده، لان الحياه محتاجه فرص. احنا الحياه محتاجه فرص. لا يعني واحد حضرتك مش من اول خناقه ولا ثاني خناقه، لا خناقه على اخر يقول لها اتطلقي. حضرتك اسباب الطلاق مش خناق،
مش خناق ايا كان. لا 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 محتاجه فلوس. يعني واحده واحده اتجوزت واحد بالاخر لقيته بيشرب مدمن مخدرات، الاهل هنا وقفوا. زمان لو كان كده اصبري استحملي ان شاء الله يبقى كويس. دلوقتي الاهل كمان عندهم مرتب على كده بقى، الاسره عامله ازاي والاطفال عامله ازاي. هنناقش ايه النهارده؟ هل نظره المجتمع اختلفت يا دتي؟ بقت نظره ايجابيه على فكره. لا ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا بقت في فعلا للمجتمع، المجتمع اتغير. يعني انها يعني عاديه تخش في النسيج المجتمع المصري، بتنزل تشتغل يعني عمرها يعني ما كانت مرتبطه بالنسبه لي. طب انا حاطه سؤال على حضراتكم لما بتقابلوا صاحبه قرايبها على فكره اضطهادها نفسيا. طب دكتوره ايمان نفسيا يعني هل نقدر نختلف على ان اي واحده لما بتقابل واحده مطلقه ما بتسالهاش السؤال الثاني، انت اتطلقتي ليه؟ على طول انت اتطلقتي ليه؟ فتبتدي تحكي وكانها حاله لابد من دراستها. تختلف معايا في ده يا دكتوره منسوق؟ السؤال الطبيعي والتلقائي. هو من احد المشاكل اللي بتواجه هو عدم الثقه بالنفس، الاسئله الكتيره دي. ليه عدم الثقه بالنفس؟ هقول لحضرتك ليه؟ لان الست لما بتتطلق دي عندها شعور، طب هو طلقني ليه؟ انا فيا ايه؟ طب انت السيده هي اللي طالبه الطلاق، مش هتكلم من طلقها. مش نظره المجتمع في حاجه ناقصه. فيها حاجه ناقصه وللاسف بضاعه مستعمله. للاسف هم بيبصوا لها النظره دي، بيبصوا للست كده اه يا سيدي متطلقه، اه يا سيدي انت مش عارف سهلة. خلي بال حضرتك تعالى كده ليه مطلقه، تعالى كده شوف تعالى شوف شوف حاجه كده مطلقه بتبقى محسوب لها الدقيقه طالعه نازله الساعه كام وخرجت مع مين ومع مين من اصحابها وراحت فين وجت منين. انا في المجتمع مراقب. انا شايفه نماذج كتير عكس اللي عايز بتقوليه تماما تماما تماما. المطلقه امراه بتسافر وبتيجي وبتروح وبتخرج. المطلقه امراه بلا قيد، امراه بلا حساب خلاص. وبعدين يكون باباها موجود ومامتها موجوده تقول لك لا انا في بيتي ومستقره مع ولادي، مش هروح اعيش مع في بيت اهلي، انا مستقله بكيان ذات مع فساد الاسره. الطبقه الوسطى اول ما ابتدت تنزل ابتدى ينزل القيم بتاعتها والمبادئ، ابتدت تنزل كل حاجه معاها. الطبقه الوسطى دي لما الاول خالص كان هي كانت متجوز طبقات. انا عن نفسي بابايا كان يقول لي انت من الجواز جواز مسيحي ما فيهوش طلاق. طلاق ما فيهوش طلاق. قال لي كده، قال لي كده كلنا سمعنا ما فيهوش طلاق. يعني انت فكري كويس، هتعاملي مشاكلك مع نفسك، ولما بيجي اي مشكله في بيتي هو انا كبيره ربنا يخليه لي بابايا. لا انت غلط، حتى لو انا صح، في اب، في اهل، في صحاب، في دين بترجعي له. الاهل اتغيروا، ما بقوش زي زمان. احنا زمان الاهل تاني كويسين. زمان الاهل لما كانت البنت تروح لهم وتقول لك انا عايزه اتطلق بيعمل، دلوقتي الاهل بيشتموا بيعمل رساله بيشتموا جوز البنت دلوقتي، بيبينوه وبيبهدلوه ولو جابوا له حاجه بيذلوه بيها. اقول لحضرتك ايه، الست كمان بتهين الراجل دلوقتي من تحت اطار ان هي بابا عارف وماما عارفه او بتسرق، مالكش عندي حاجه. طب هي برضو نطرح تاني السؤال بشكل او باشكال مختلفه، هل نظره المجتمع النهارده اختلفت عن نظره المجتمع تجاه المراه المطلقه زمان عن دلوقتي؟ يعني هل لسه بنبص للزميله في العمل او لجارتنا او لقريبتنا او لصديقه الزوجه دي ست متطلقه، يعني ست عندها تجارب وممكن نضرب ورق عرفي هتقبلها؟ ما هي فرص الجواز هتبقى بالنسبة لها صعبة غير ما بيكون لسه أنسة وبكر. صح، شايفة ده؟ صح، ولازم أصعبها على كل ست أقول لها إن فترة الطلاق دي فترة صعبة جدا، لو ما فكرتيش فيها بدل المرة ألف مرة. أخوفها يعني؟ أخوفها. تأهلي نفسك يعني إن أنت هتبقي لوحدك، إنك هتواجهي لوحدك، ماديا لوحدك، كل ده هتواجهيه لوحدك. طلبة الطلاق؟ ما ثانيه، هي متطلقه برضه على حاجه يا دكتور. واحنا ليه بنسهل الامور؟ لا انا خالص، احنا أنا مش عايزين نسهل الامور. في حاجه اسمها حياه حياتيه، لازم نقول ان احنا عندنا مشاكل معينه على الاسره. وفي حلقات طول عمري بقول انا مع الاسره، معلش كيان الاسره واظبط الاسره. لازم افهم البنت اللي عندها 20 سنه واللي عندها 17 سنه واللي عندها 25 سنه، انت لما هتطلقي مش هتاخدي حقوق المجتمع. نسبه الطلاق ما بين اكتر نسبه طلاق موجوده في الفئه العمريه من كام؟ من 25 سنة. من 25 سنة. خلينا برضو نتكلم بقى، بما ان الفئة العمرية الاكثر الاقل من 25 سنة، ده برضو مش بيهدد صورة او يعني بيشجع ان صورة المرأة المطلقة تكون سيئة في المجتمع؟ انها تكون بنت صغيرة في السن بلا تجارب، ممكن ينضحك عليها بسهولة، عايزة تلحق قطار الزواج من اي راجل تاني يقول لها كلمة حلوة. ما بقتش كده يا جماعة، المرأة اتغيرت، ما بقتش كده. دي المرأة بتطلع ليه؟ المرأة
عشان هي اخذت قرار. هقول لك لا اسباب التانية دي كتيره جدا. لا لا انت بتقولي اقل من 25 سنة, هي دي اكتر فئه عمريه من المطلقات, فيها نسبه طلاق عاليه جدا. مفيش اهل يا دكتور بيقولوا للبنت لما تغلطي مع جوزك ما تجيليش بشنطتك, ما تشتميش جوزك, ما تبهدليش جوزك. مفيش دلوقتي القيم اللي موجوده, مش النت بالند والبرد راسه في اي علاقه نديه لازم يكون اخانا طلاق. لا خلي بالك انا برضو مش بقول ان كل الرجاله 100 100, فالست مش لازم تتطلق. احنا لما دي ريحه خلل في الراجل في كينونه الراجل وشخصيته, لما الست ابتدت تشيل الشيله فبتقعد تاخد برغبتها برغبتها تشيل الشيله. ايوه عشان كده بقت صاحبه قرار في الطلاق, ودي عشان كده بتتطلب بتتطلب زي زمان. يا جماعه لو هي اللي عايزه اقول لك على حاجات بتعملها قبل ما تنام محدش بيعرفها غيرها هي ودي بدراسات. لا على فكره ممكن تبقى عايشه مع جوزها وقبل ما تنام وبرده بتبقى مقهوره وهي متجوزه مع جوزها, بتعيط بتفكر في الانتقام دايما على طول. انتقام من مين؟ انتقام من اللي هو سابها وان هو عمل انتقم. ارجع تاني للسؤال, لما تبقى اكثر فئه عمريه من المطلقات في مصر هم اللي اقل من 25 سنه, ده بيتناقض مع الدكتوره ميسون فهمي بتقوله ان المطلقه بتقدر تعتمد على نفسها, بتقدر تفتح بيت, بتقدر تعيش لوحدها مع اولادها. انا بشوف دي ولكن في الالف في الالف حضرتك اللي بتتطلق بتهرب من اخواتها, اللي بتتطلق في الارياف بتقعد خدامه لاهل باباها ومامتها واخواتها. خلينا نتفق بس, خلينا نتفق حالات الطلاق مختلفه ما بين مثلا المدن عن الريف, ده تماما يعني فعلا في الريف مش قصدي. لا لا مش قصدي لا ايوه في اختلاف في الثقافات. طب ما انت النهارده مطلقات مصر الجديده وهيليوبلس ولا في كده نسبه الطلاق حتى في الارياف مش هتلاقيها زي نسبه الطلاق في المدن. نسبه في المدن اعلى. لا موجود في الريف بس لا تقارن. المطلقه دلوقتي بقوا بيداروها عشان ما تقوليش ان انت مطلقه عشان مش ايوه ما هي دي نزلة المجتمع المطلقة يا دكتور. يعني دكتورة إيمان شايفة كمان إنها بيبصوا إنها كأنها نزلة دونية مستعمل. هي أنت بتقولي يعني نزلة دونية إيه مش بضاعة ما أنا والله بس هي نزلة دونية. خلينا نتكلم أيوه هي كيان بشري ما بنعرفش ملف الآداب جزء في التحقيق مع المتهمة وهو بيوجه لها كلام أنت مطلقة يعني طب أنت عايشة زي الراجل. طيب معانا الدكتوره ملك يوسف زراعة, بعديها على طول هنكون موجود معانا الجزء اللي كتب وحيد حمد. انا بيك دكتوره ملك زراعة, برحب بحضرتك اتفضلي. اهلا بيكم, الله يخليكم, كل سنه وانتم طيبين. وهيك يا استاذ, طبعا الموضوع ده بتاعك يعني طلاقي بقى. انا مش عارفه ايه ميسون هي هنقفل على بعض ولا ايه؟ ايوه ده انا اتمنى اشيل حته كده من حضرتك. لا لا جمال عادي انتوا الاثنين قاعدين تتكلموا بس بتخبط الضجر بعيد بعيد مش ده كلامه يا جماعه ما ينفعش كده. المهم السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. بين التمني والخوف المطلقة بين التمني حتى تتطلق تطلق وبعد ان تطلق ينتابها الخوف من كل شيء حواليها. لاننا في الدول العربية خصوصا مصر, هتكلم عن مصر, في مصر بين النظر الى المطلقة على انها هي الجانية وبين التعاطف الكامل معها. فما زلنا الى الان والكلام اللي انتوا قاعدين انتوا الاتنين تقولوه الى الان لا يوقن احد بأن الطلاق هو المخرج من الضيق إلى الفرج. من الضيق ولكن أنه طلاق. الطلاق لما يكون سوء العشرة. سوء العشرة واستحالتها. لسه هتكلم والله. سواء من جانب الرجل أو من جانب المرأة. طب دكتورة ما طب الكلام بتاع القعدة دي إن المرأة بتحزن ولا المرأة معذبة ولا المرأة فرحانة ولا الطلاق معرفش ايه. الطلاق اذا كان وفقا بكتاب الله وسنة الرسول والتزمنا بان الزواج ميثاق وعهد مع الله ما كنتش شفته. طب دكتوره ملكه طبعا اسمحي طبعا نكمل الموضوع ده يوم الثلاث مع حضرتك, ولكن هو السؤال بيفرض نفسه, هل نظره المجتمع للمطلقه نظره دونيه يعني نظره ما فيهاش نوع من التقدير والاحترام لها؟ كان زمان يا احمد. كان زمان اولد فاشن. كان زمان دلوقتي بقى موضه.
بقى موضة دلوقتي، بقى الطلاق موضة. وتقول لها اسكتي مش انا اخيرا اتحررت والطلاق يعني اصبح الطلاق موضة. يعني حتى يا احمد انا لما سافر لما كنت في امريكا واخد بالك ليه الطلاق مرتفع جدا جدا. وبعدين كل مشكلتي مش في الطلاق، مش مهم الراجل واخد بالك، المهم النفقة. وعندنا دلوقتي مش مهم لكن النفقة، النفقة هتاخدها ازاي، وخصوصا المآسي الكاملة هي نتيجة الطلاق في تعنت في الطلاق وآثاره المترتبة، زي توابع الزلزال بالظبط يا احمد. ساعات توابع الزلزال بتبقى اقرب من الطلاق نفسه. يعني اول انا بشكرك جدا دكتورة ملكة، واحنا معدنا شوية يوم الثلاث حلقة نهاية الاسبوع مع هذا الملف، وانا عارف حضرتك اكتر واحدة تقدري تخوضي بقى كمان في هذه القضية من الناحية الشرعية والناحية القانونية ومن الناحية النفسية كمان للمرأة المطلقة. بشكر دكتورة ملكة ازرار. طب هروح بس لوحيد حامد نشوفه بسرعة كده في ملف في الاداب، اتكلم ازاي على المرأة المطلقة وازاي والمحقق بي 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 بيقوم باجراء هذا التحقيق معاها على طول. اول ما قالت مطلقة كان هناك نظرة مختلفة تماما، ولا ازاي تبقى مطلقة وعايشة من غير راجل. هشوف مع بعض ودي حكاية من وحيد حامد. اتفضل. وحيد حامد الكاتب الكبير قدم لنا هذه الرواية من 30 سنة ويمكن اكتر كمان، اتكلم على ان المطلقة على لسان البطلة بتقول لما بتكون السيدة مطلقة بيكون الطلب عليها خفيف. النقطة الثانية كمان وهي ربما كمان تكون الاهم، ازاي عايشة من غير راجل، ازاي من يوم ما اتطلقتي ما كان ليكيش علاقات. معايا استاذ فهر، اهلا بيك يا استاذ فهر. ازيك يا احمد؟ اهلا بيك استاذ فهر. هل نظره المجتمع من وجهه نظرك سواء بقى في الحضر سواء في الريف بتختلف للمطلقه ونظره مختلفه، ولا انت شايفها ازاي؟ هو انا شايف اكثريه المطلقات من الطبقه اللي هي المتعلمه اكتر بيتهيألي يعني. والمجتمع ان المجتمع بالنسبه لايه لنظرته ليها بينظر بينظر للمطلقه ازاي؟ يعني ست يعني لا ينقصها شيء، ولا لكن هي ظروفها جت، هي ظروفها جت ان اتجوزت راجل مش قوي. يعني هو اتجوزت راجل مش قوي. الست على فكره بتطلق لما تلاقي راجل ما يحتويهاش، مش بالقوه بالعنف لا 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 لا. الست لما بترمي نفسها في صدر الراجل امام ابوها وامام اخوها بتلاقي العوض، لكن ما بتلاقيش العوض اول حاجه بتجري خلاص. يعني مش ممكن ممكن الست المصريه تعيش فلوس قليله حاجات قليله، لكن القوه في الاحتواء ده صعب جدا. والدكتوره ميسوره لازم تفتح الموضوع ده. دكتوره ميسوره لازم تفتح الموضوع ده. سؤال اخير يا استاذ فهد، هل المجتمع يا استاذ فهد هل المجتمع جيرانك قرايبك اصحابك لما بتقعدوا على القهوه بتتكلموا عن المراه المطلقه او بعضكم بيبقى شايف انها ست سهله، ممكن ست تتصاحب بسهوله، ترضى انها تتجوز عرفي، ترضى تتجوز راجل كبير في السن من المنطلق انها مطلقه؟ دي بتبقى ظروف كل واحده يا استاذ احمد، يعني دي مش حاجه عامه يعني اللي حضرتك يعني يا عندك ولاد على مجموعه من الستات ينطبق على واحده. عندك ولاد؟ عندي يا فندم. لو ابنك جالك كده وهو عنده وهو كبير وعنده 25 سنه قال لك انا هتجوز زميلتي في الجامعه او معايا في الشغل بس هي مطلقه، هتوافق؟ انا هشوف الموضوع واديله النصيحه، يقبل هو ما يقبلش. ده النصيحه اللي هي ايه بقى؟ النصيحه اللي هي ايه؟ ان هنشوف اول هي طلقت ليه وايه السبب، هل مفترض يعني انت هتعمل لها كشف بقى في الاول، هتقعد معاها وتعرف ظروفها بس في الاخر هتسيب له كامل الحريه يا استاذ احمد. بس هتقعد معاها وتقيم وتشوف ولازم تحكي لها كل التفاصيل وتتاكد معاها ومع اهلها. ما هو الجواز واحد واحده لا ولا الجواز عيله واحده؟ يا فندم الجواز لما بيكون يعني اتفاق احنا خلاص وافقنا مبدئيا ان احنا نرتبط، فتقعد معاهم وتعرف ظروفهم، انما من البدايه انت هتعرف كل التفاصيل طلاقها وفي النهايه يا يا لا. لا 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 في حاجات انا يهمني اخلاقها كويسه، بنت منضبطه متدينه اسرتها ايه. لا ممكن كمان تبقى العله في الزوج، فهي في عندها سبب انه اتطلقت بسبب عله في الزوج. انا قلت لك لازم تعرفها طبعا. هي بيسون لا المطلقات رجالتها مش قويه مش عارف يحتوي المراه. لا بس انت كل الكلام اللي انت عايزه انا موافقه معاك. يعني احنا هنسال البنت تعالي يا بنتي انت اتطلقتي ليه؟ فهتقول عشان كان بيضربني. طب هتسال طب مثلا زوجها بالفعل جوزها من في حالات بتقول لك انا قعدت بالظبط 12 يوم واتطلقت. طب اتطلقتي ليه؟ قالت لك من اول يوم بتضرب من اول يوم.
قالت لي انا غلطانه اني ما مشيتش من اول يوم، ليه استنى 12 يوم لما الضرب كل يوم كل يوم؟ ده منطقي والله العظيم منطقي. لا مش منطقي 12 يوم اتطلق من اول بس قول لي معلش صوني بس الدخل لا يعني. طب صوني بس يعني انا اقول لك يعني هل طب منصر هل يعقد ان واحده بنت عارفه يعني ايه طلاق بعد 12 يوم بالنسبه للبنت؟ حاجه كبيره جدا. ايه اللي يوصل واحده خلاص توصل لنا على الاقل لو ده جزء لو ده جزء من الحقيقه حاجه اللي لو ده جزء من الحقيقه يا حبيبه قلبي لو ده في خفايا ما حدش يعرفها غير الله سبحانه وتعالى. لو ده جزء من الحقيقه ما هو موجود، ما هو للاسف ما هو موجود حتى لو جزء من الحقيقه. دلوقتي واحده اتطلقت، واحده لسه عامله فرح ومزويه ومظبطه ومسافرشه بيتها، عايزك تعملي انها بتعود على الناس. نعلم البنات ازاي احنا محتاجين نتعلم مش بس نعلم البنات ازاي تحافظ على جوازاتها، تاهيل ازاي تعيش وازاي يعني لو تعلم كمان الراجل ازاي يتعامل مع زوجته والزوجه ازاي تتعامل مع زوجها. مهمه جدا يعني الزوجه اللي بتخاف من صديقتها المطلقه وتبتدي تقول لك دي ممكن تلطشه مني، وشفنا في الحقيقه شفنا في اعلى سعر بعض المسلسلات ان اكتر واحده بتبقى زوجه ثانيه هي اللي بتبقى قريبه من الزوج. انت عارف اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت ممكن انا يعني ممكن يبقى معايا اصدقاء وحقيقة انا شخصيا يعني عندي صديقات مطلقات لاسباب بقى خيانه وما مش هنتناقش في الاسباب. كلهم بريئات؟ لا مش هقول لك كلهم بريئات. بص بقى انتوا كمجموعه ستات قاعدين مع بعض مطلقات واحنا كرجاله بنقعد مع بعض بيطلقوا ستاتهم لا ما فيش حاجه اسمها كده لان بيقول لك ان الست بتبقى سنه طويل في ست سنه طويل في راجل سنه طويل في ست بتضرب في راجل بيضرب في ست بتخون في راجل يعني اصل ما تقدرش تحط لاين كده ونمشي يعني. انا مش ده اللي انا عايزه اقوله لحضرتك. عندك واحده متطلقه سيئه؟ انا عايزه اقول انت لا والله لا لا لا, لا بس هم واخدين حريتهم يعني انا ما اعرفش اعمل هم بيعملوه. بيعملوا ايه بقى؟ ثواني بس انا عايزه بس اوصلك نقطه. لو دي حريتهم دي لازم نقف عليها. لا انا هرجعها لك بس عشان الفكره ما تبقاش. انت عندك واخدين حريتهم. اسمه ايه؟ افهم ايه واخدين حريتهم ودي ثواني بس لا ثواني انا عايزه اقول ايه؟ ان احيانا اللي بيكون حاسس ان اساها خايفه ان انا اخد جوزها مش انا هي. هي فاكره يا حرام من عدم الثقه بنفسها ان الناس هتفتكر ان هي مصاحباني علشان لا من عدم لا 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 الدين بتاعنا بيقول ان انا ما ينفعش اخلي صاحبتي تخش في بيتي قوي تعرف عندي لا كل لا حاجه قوي. ليه حضرتك اكلم جوزي في اي وقت؟ لا انا عندي صاحبتي مطلقه اهلا وسهلا بيها. معلش هي صاحبتي مالهاش دعوه ب لا معلش هي صاحبتي عشان تاخد جوزي. مش هتاخد ازاي اذا كنت انا ما اديتهاش المفتاح؟ لا انا عايز تقولي اصل انا هتاخد واحده مطلقه بيتي ما تقوليش هتاخد راجل غير لما انا كنت كلمه في منتهى الخطوره. ازاي ما ده يعني انا واحده صاحبتي ومسبب ان انا مش ادخلها مش قصدي باب البيت قصدي حياه دخلت حياه دخلت بيت الحياه هي صاحبتي من الاول وانا شايفه قدام عيني ان هي كانت مثلا في ظروف معينه انا حتى نفسي بقول لها بتتكلمي انا مع جوزك كتير بتتكلمي عنها مع جوزك؟ لا انا جوزي ما عندوش دعوه بصحابي يعني عاده يعني. اه طب انت قصدي لا مش قصدي خالص هو يعني مش هو سالك عليها او رحب بيها شويه مش هتتضايق؟ لا ساعات بنعمل غدا وبنقعد احنا الثلاثه وبنتغدى اه ليه لا بس صاحبتي هي معنى انها مطلقه خلاص علاقتي بيها تنقطع معنى انها مطلقه اني ما اعرفهاش على جوزي وما اتكلمش ايه يا جماعه مش كده لا مش ده واي واحده مطلقه هتعرفني وتيجي عندي خلاص هي كده كده هتاخد مش للدرجه دي يعني دي حاجات بنشوفها في الافلام هو ده المفروض اللي يحصل بس مش ده اللي بيحصل في الواقع لا هو ده المفروض انا بفضل اي واحده لا هو ده اللي بيحصل في الواقع مش ده اللي بيحصل في الواقع يا دكتور ده اللي احنا بنتمنى ان المجتمع يعمله ينزل طب انا بعمله شخصيا انا بعمل ماشي بس المجتمع بيعمل ايه؟ دلوقتي نسبة المطلقات الصغيرين خلينا نتفق على حاجة زي كده البنات الصغيرة أول حاجة بس خليني أنا هتكلم في حاجة شوية هتكلم على نطاق أصحابي تمام أول حاجة بتعملها لو محجبة تروح قلع الحجاب أول واحدة بتتطلق يعني أه تثبت إن هي حلوة هي حلوة وجميلة ومعروف فيا وانت كنت مخيني مصممه ان انا البس الحجاب فانا قلعته لك وسفرت شعرك كانت محجبه كما لو بالظبط هي نسيت ان الثقه بالنفس مش بتيجي من الجزء اول حاجه من صديقات ضيفتي الكريمه بتعملها اول ما بتطلق انها بتقوم بتقلع الحجاب بعضهم وتظبط شعرها اصفر ومشات تحلو يعني طب معايا استاذ علاء استاذ علاء هل نظره المجتمع للمرأة المطلقة نظرة عادية ولا بيبقى فيها نوع من انها صيت سهل ممكن انها تقبل بالعرفي تقبل بالصحوبية؟ اتفضل استاذ علاء. لا والله يا الاول مساء الخير عليك. يا مساء الفل اتفضل. والله نظرة المجتمع للمرأة المطلقة بتبقى نظرة ان هي ممكن تقبل اي حاجة. ممكن تعمل اي حاجة. اه ممكن تعمل لا مش ممكن تعمل اي حاجة طبعا في منهم ناس تبقى محترمة جدا وعندهم اسباب للطلاق. نعم. في ناس تانية ما بيبقاش عندهم اي سببية
هي الاستاذه اللي عندك قالت سبب حلو قوي يعني اسباب الطلاق اللي كترت دلوقتي اللي هي عشان تبقى حره ان هي تقدر تعمل حاجات انا ما اقدرش اعملها. واخد بالك؟ اللي هي ايه الحريه اللي انت بتمتلكها؟ تقدر تروح تقعد على كافيه بالظبط، تقدر تروح تتفسح مفيش قرارات بتطلع شعر. وده بقى احنا بنسميه ايه بقى؟ يعني احنا بنسمي المراه هنا سواء مطلقه او زوجه او انسه اللي هي تروح تقعد على كافيهات وتبقى بحريتها وتسافر. والله هو انا كمجتمع شرقي بنسميه ايه؟ اتفضل. احنا كمجتمع شرقي بنسمي ده ايه؟ والله اصل في فرق بين الحريه وفي فرق بين ان انت تهدم اسره. الحريه ان هي الست المفروض بعد ما تتجوز ان هي عايزه تخرج مع جوزها، بتخرج مع باباها، بتخرج مع مامتها، لان يعني تخرج مع صحابها بس اماكن معينه، تخرج مع صحابها بس في اماكن معينه، مش لازم اروح اقعد مع اوقات ما يجيش على بيتها. لا مش هيجيش على حساب بيتي. تخرج مع اصحابها، تروح تقعد على كافيه. لا ما تقعدش، تقعد في النادي. ليه كافيه؟ تقعد في نادي. لا حياتك ايه؟ الست المتربيه المؤدبه ولا لو قعدت في ميت كافيه هي بنت راجل وهي قاعده؟ اذا بص استاذ خليك معايا يعني قطع وانتوا معنى كده ان الست لما تقعد الساعه 1 بالليل. على فكره انا لسه كنت في مول امبارح، يعني تشعره ان مفيش حد قاعد في بيته، زحام شديد، كل الكافيهات مليانه، كل الاجهزه ابتدت. يعني انت بتقولي بقى ان الست تقعد لغايه 1 و2 الصبح ما تجيبهاش حاجه؟ والله لو متربيه، والله لو بنت ناس تقعد زي ما عايز. بيقول لو كافيه، انا مش دعوه بالوقت دلوقتي، ما كانش في الوقت. تقعد الست بدل هي محترمه وعارفه اللي ليها واللي عليها وملتزمه. ايه المعيار يعني الست اللي بتقعد في الشارع وبتشيش بتشوفيها ازاي؟ لا انت بتشيشي قوي؟ انا اسفه. لا طبعا بتشيشي؟ لا طبعا. طبعا؟ لا طبعا. طبعا ليه؟ عشان انا بتنظر النظر للست اللي بتشيش. ايه بقى؟ لا انا اسفه، انا اول خالص بشوف ديني بيقول لي ايه. انا بخاف على نفسي وصحتي، دي اول حاجه. دي اول حاجه، ربنا مديني صحتي دي امانه. تمام. اتربيت لقيت بابايا راجل في بيته، ماما عمري ما شفت حد في بيتنا بيعمل حاجه زي كده. بس موضة. الست اللي بتشيش بتشرب سجاير، الست ضعيفه بتلجا لهذه الحاجات. عارف اما بلاقي ست بتشيش وست بتشرب سجاير، ست ضعيفه، طب ست عندها مشكله مش قادره تواجهها، فبالتالي بتواجهها بالطريقه دي. بس عادي، خلي بالك، اوقات ممكن تبقى قاعده اصحاب تقليد كلهم بيشربوا، ما تشربي. انت فاكره نفسك انت الوحيده اللي قاعده معانا كويسه؟ الصحاب عليهم عامل كبير، لازم حضرتك تبص للجزئيه دي. الصحاب عليهم عامل كبير جدا. صحاب نظرتك للمراه اللي قاعده على كافيه بتشيش لغايه الساعه 12 بالليل لوحدها بالليل، بشفق عليها. بتشفق عليها من طرف انها ايه يعني؟ لان هي محتاجه مساعده، بشفق عليها. اي ست تلجا للسجاير والشيشه ست محتاجه مساعده نفسيه. بتنظري ليها انها نظره دونيه شويه؟ من حقي ان انا انظر لحد نظره دونيه. هو كل الناس زي بعض، كلنا زي بعض. بس في حد يحتاج ان انا اتعاطف معاه وحد لا. طب دكتور ميسوق، قلت لي ان المطلقه بتحصل على حريتها وبتعمل حاجات انا ما اقدرش اعملها. اللي هي بلا قيود، يعني انا اخرج اساسا. المراه المطلقه بلا قيود؟ لا يعني اخرج، ما فيش بقى حد يقول لها ما تعمليش دي، عايزه تسافر. ده كويس. انا بالنسبه لي لا، بالنسبه لي انا يعني انت عايزه تقولي المراه المطلقه بلا قيود؟ لا بلا قيود، بلا قيود. هي خلاص هي حره قرارها، مفيش حد، وخصوصا لو كان مكانها بقى. لا لو كان واخد الاولاد منها كمان خلاص. هي انا بعرف ناس عايشين لوحدها، مفيش حد معاها. ما دام الطلاق بتنفصل، الولاد مع مامتها، الولاد معاه هو اخده. عايز تقولي المطلقه في بعض المجتمعات بتنفصل؟ يعني مثلا انا دلوقتي عايزه حد يقول لي ايه ميسون احنا عاملين رحله لكذا كذا ما تيجي معانا؟ لا انا ما اقدرش، لان انا متزوجه وعندي التزامات في البيت، عندي التزامات في حياتي، فما بقدرش. مين بقى اللي هتروح معاهم؟ لا هي اللي فاضيه زيهم، اللي فاضيه زيهم، فبيطلعوا بيغيروا جو، بيسافروا، بيروحوا بره، بيسافروا مش عارفه فين، بيطلعوا شرم، بيروحوا الغردقه، كل ده بالنسبه لي. ممكن يسهروا، لان رايحين حفله عيد ميلاد واحده صاحبتنا، قاعدين الساعه 3 الفجر بره البيت. انا كل ده بالنسبه لي. ايوه ست دورها ايه في البيت؟ ايوه دي حقيقه. انا معاكي، انا اتقلت جدا وما بقاش مش عارفه قيمه الاسره قد ايه، قيمه التربيه قد ايه، وقيمه انا بالنسبه لي كل ده، كل ده بالنسبه لي انا ما اقدرش اعمل يعني معاك حاجه من الجواز، فستان وفرح وشقه، مفيش مسؤوليات، وان انا اصحابي هيسوني. بس هو ده الجواز. انا اسمع بنات بتقول ايه المشكله حتى لو اتجوزت واتطلقت؟ دي بقى بتتقال دلوقتي على لسان البنات. لا في ناس بقى يعني بجد، في بعض السيدات اسفل اللي هقوله يعني بتعمل الطلاق سبوبه. طلاق سبوبه؟ طب هنتكلم عنه، بس ناخد فاطمه من الغربيه ونرجع بعد كده نشوف ايه موضوع سبوبه الطلاق دي، واكيد محتاجين جزء ثاني هنناقشه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. انا بيجي يا فاطمه، اتفضلي. فصل.
طيب بتكلم يعني في مثلا تقول لك ايه، طب خلاص انا شايفه ان الامور مش ماشيه، على فكره ممكن يبقى غلط كمان عندها هي اللي ما لهاش مسؤول، مش شايله مسؤوليات، مش متحمله اي مسؤوليه، ومش فاهمه يعني ايه جواز. انت فاهمه انت بتوصل لمرحله الست اللي قاعده متجوزه دلوقتي بقى لها سنين طويله تاخد سوبر لايك من الاخر. طب هل المراه سوبر لايك بالذات اللي في جنة. انا بسمع حاجه غريبه جدا، يقول لك المراه بتطلقها حظها في الجواز المره الثانيه احسن من لا دي حقيقه، دي مثلا بيقولها لك يا جماعه خدوا بالكم من الدكتور ميسو بتقول النهارده، لا يعني فعلا المرأة متطلقة بيبقى حظها في الجوازة التانية أحسن من الجوازة الأولانية، لأن هي دققت جدا في الاختيار وتلاشت الأخطاء في الأول، فبتختار زي ما بيقولوا على الفراش. طب ليه ما تصلح أخطائها؟ لا ما هو بقول لك، ما هو خلاص بقى انفصلوا، احنا بنتكلم مع بعض خلاص يعني خلص الموضوع بالفعل. بس في مثل يعني لبناني كده ما أعرفش، أنا دايما أقتنع بيه بصراحة وبحب لأن أمثلة جدا، يقول لك أول بختك كرسي تحتك، يعني قاعدة كده ومربعة ومرتاح، تاني بختك داري وقتك، يعني يلا يعني تجوزي عن المشاكل، كبري دماغك من الخناقات مع جوزك، ما مش هتطلع مره ثانيه. تالت بختك بقى لا فوقك ولا تحتك، الموضوع كده خلص خالص يعني. فالست المطلقه لما بتيجي تتجوز مره ثانيه هي نفسها ما بتبقاش بنفس الشخصيه الاولانيه، لان تلاشت عرفت ان انا وصلت لكده، فبالتالي ممكن يحصل كذا، تقدم تنازلات وتبدي وتبقى كل هدفها ان هي تغير. انت عارفه يا دكتور ان عشان كده بتنجح الست اللي متطلقه دي اكتر انسانه بتشعر بالوحده وعدم الثقه المطلقات. دي وقعدت لوحدها، انما الصحاب احنا دلوقتي بالليل اول حاجه تفكر فيها ان هي عايشه لوحدها. طب عايشة سند. ما تتفقش معايا دلوقتي ان بقى في اتجاه للبنات زي ما حضرتك قلتي من شويه، انا متجوز ليه؟ انا متجوز بقى يقول لك انا بشتغل، سقف طموحها بيعلى. يعني لو كانت واخداه على قده، لا انا مش عايزه واحد بقى، عايزه واحد يسمع كلامي، وعايزه واحد بقى بدل ما كانت ساكنه في شقه عايزه واحد يسكنها في فيلا، بدل ما كانت مش هيك بقى عربيه ايه عايزه العربيه ما اعرفش ايه. فحتى السقف المطالب بقى طويل اكتر من اللازم. يعني وقتنا خلص. في الختام دكتوره ايمان الريس قولي لي كده جملتين بتاكدي بيهم على ما قلتك، وهي ان نظره المجتمع ما زالت حتى الان للمراه المطلقه نظره دون مستوى او نظره غير مرغوب فيها. بتمنى جدا ان شاء الله دور الاب والام لاولادهم يرجع تاني بقوه، وان الناس تتقي ربنا وتفكر في الدين وتفكر ان احنا بنتجوز ليه. نظره المجتمع للست المطلقه مش هتتغير. مش هتتغير. هقول لحياتك ليه؟ لان يعني هي بتزيد جدا وبزياده جدا زياده عن اللزوم، فابتدت خلاص هي نظره بتزيد ولا الطلاق. لا نظرتهم مش قادرين يبصوا للست. لا هقول لحياتك ليه؟ حياتك قلتي اهو دلوقتي في نفس الحلقه قلتي بتاخد راحتها وبتعمل 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 زي ما عايزه، بتسافر زي ما عايزه. طب لو هي متجوزه هتعمل كل ده؟ لا تمام. ولا ولو هي حتى مش متجوزه، لو قاعده بس هل هي الناس هل هي بريئه؟ عندهم شويه في الختام دكتور، عايزه اقول ان اصلا الجواز عباده بامانه شديده، يعني انت بتاخد ثواب لما بتيجي تتجوز. اصل الجواز زي ما بيقولوا ممكن يبقى في الاول اسمه نصيب، لكن القرار الطلاق قرار. فلو سمحتي قبل ما تاخدي اي قرار بالطلاق شوفي اذا كان عندك استعداد نفسي لتحمل ما مرحله ما بعد الطلاق، انت قادره تصلبي نفسك وقادره عليها ولا مش قادره عليها. لان زي ما في حد من المتصلين عجبني كلمته جدا وانا دايما بقولها، بوصي الرجاله مبدئيا ان المراه خلقت للاحتواء، اذا اي رجل احتوى زوجته مش هنوصل للطلاق، والرجل خلق لانك تتعاملي معاه بطريقه تختلف تماما على الطريقه اللي انت بتتعاملي معاه بيها. اذا قدرت الزوجه تتعامل مع زوجها صح والزوج يتعامل مع زوجته صح، هنقلل من نسب الطلاق، فمش هنتلاشى مشكلات. ده انا يعني برضو شايف ان احنا بننهي الحلقه وفي تناقض، ان الطلاق بينتشر بشكل كبير جدا، وان نظره المجتمع للمراه المطلقه نظره ليست دونيه. شايف ان هذا التناقض يعني اكيد محتاجين بيه الاسبوع الجاي، وحضرتكم العلاقه بينهم ازاي؟ ازاي كل ما حياه الطلاق بتزيد اكتر كل ما بلا شك احنا بنعتاد على وجود المطلقات في المجتمع. بقى في واحد صاحبي قدامي يقول لي احنا اهالينا نصهم بقى متطلقين، فاكيد انتشارهم هو اللي ربما يكون هو اللي خلانا نعتاد على لقب المطلقه في المجتمع المصري. في نهايه اللقاء بشكر دكتور ميسون الفيوني من مدرسه علوم السلوكيه، نورتينا دكتوره ميسون. بشكر طبعا دكتور ايمان الريس استشاري
استشاري الاسره والتربيه والوصيه الدكتوره ايمان. مشاهدينا الكرام بكده خلصت حلقتنا النهارده مع تحيات امن زازوق ودعاء التوفيق وتحياتي انا احمد عبدون. اشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي مع اللواء فاروق المقراحي والجزء الثاني من حواره اللي بدأناه الاسبوع الماضي عن ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه كافره وانه بيطالبوا محاكمه الاعلاميين اللي ينادوا بالمصالحه مع جماعه الاخوان وان اجهزه الدوله كثير منها مخترق من هذه الجماعه. بكره ان شاء الله لاول مره الناقد الرياضي او ممكن نقول الاعلام الرياضي ناصر زيدان هنواجهه بالفيديو اللي زيناه لحضراتكم امبارح وهو بيزغط على الهواء مباشره. بلا شك اعلام رياضي له سلبيات وايجابيات. انتظرونا غدا وحلقه جديده من برنامجكم عامل تساؤل مع احمد عبدون والزغروطه لناصر زيدان.